تصريح خطير من رئيس الجامعة المغربية لكرة القدم فوزي لقجع في أول ظهور بعد نجاته من حادث سير مميت، ويكشف عن مفاجأة صاعقة وخطيرة عن الحادث ستهز المغاربة. لن تصدق ماذا قال، ولكن إذا كنت تتفق أن فوزي لقجع أفضل رئيس كرة قدم في العالم فاضغط إعجابا للفيديو وعطر فمك بالصلاة على رسولنا الكريم. بعد أن تعرض فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لحادث سير خطير يوم الاثنين بالعاصمة الرباط وهو في طريقه إلى مركز محمد السادس لكرة القدم تزامنا مع مباراة المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة أمام طاجكستان، والتي أقيمت في نفس اليوم في مستهل مشوار أبطال إفريقيا لكأس العالم التي تحتضنها أوزبكستان. وتعرض لقجع لكسر في يده اليمنى وكسور في أضلاعه وخدوش على وجهه ولكمة على عينه، لكن ما هز المغاربة وهو ما قاله فوزي لقجع بعد هذه الحادثة، حيث أدل بتصريحات نقلتها شبكة وتر الإعلامية وقال: لقد نجوت بفضل الله من هذه الحادثة المدبرة، وأنا أتحمل مسؤولية ما أقول، فأنا أعتقد أنه تم التلاعب بفرامل السيارة خاصتي، لأن هذه ليست المرة الأولى التي أسوق فيها سيارتي، فأنا عندما حاولت كبح الفرامل لم أستطع، وارتطمت بشاحنة كبيرة للأزبال، وتعرضت لبعض الكسور والخدوش في جسمي، وسيارتي تعرضت من الجهة الأمامية، ولحسن حظي أنني كنت أسوق السيارة بسرعة منخفضة، أما لو كنت أسوق بسرعة كبيرة لم أكن الآن متواجد أمامكم هنا، فأنا متأكد أن هذه الحادثة كانت مدبرة من جهة خفية، ولكن السيارة الآن تخضع للفحص التقني من أجل الكشف عن السبب الرئيسي الذي تسبب في هذه الحادثة لنستطيع الجزم في هذه القضية ومعرفة من يقف ورائها. وفي النهاية شاركنا عزيزي المشاهد رأيك حول هذا الموضوع في التعليقات، ولا تنسى الاشتراك بقناتنا ليصلك